وصلنا لست الماتشات ورا كاس افريقيا، والجمهور المغربي منقسم على مؤيدي الوليد الركراكي ومعارضي ليه، والمطلب الاكبر هو نلقاو حلول قدام المنتخبات اللي كتلعب بدفاعات متاخره ونخلقوا فرص سانحه للتسجيل. وعلى سبيل المثال لسوتو، المملكه اللي جات وسط جنوب افريقيا، اللي بالرغم من الفوارق اللي بيننا وبينهم قدوا يحافظوا على نظافه مرماهم لمده 93 دقيقه. ولكن بلا ما ننساو ان تشكيلات المنتخب فاللاعبين ما لعبوش بزاف مع بعضياتهم، وبما اننا متاهلين مسبقا، واش الضغط الجماهيري اللي على الوليد كيحط تحتم الاريحيه ديالو في التغييرات واختبار اللاعبين والخطط اللي بغا؟ الشكوك ما بقاش غير في الخطوط الاماميه، انما الماتش ديال الكابون بين عيوب دفاعيه كبيره سالوا فيها المغاربه على مدى قدره عبقار على حمل القميص الوطني. والاشمن سبب تم الاخلال توازن وسط ميدان المنتخب اللي خلى الكابون اكثر خطوره في الشوط الاول. واش كنشوفوا اسلوب وشكل هجومي واضح في المنتخب ولا مازال؟ وعلاش بالرغم من 5 ديال الانتصارات من 6 المقابلات جزء كبير من الجماهير مازال ما عجبهمش الحال؟ وعلاش كنشوفوا هجومات متكرره على زياش اللي قدم اداء جيد في التوقف هجوميا وخا كيبان انه ماشي في احسن حالاته بدنيا وما دارش مجهود كبير دفاعيا؟ واش حنا قادرين نعوضوا النواقص الدفاعيه ديالو ونغطيو عليها باش نستافدوا من الامتيازات اللي كيعطينا في الملعب؟ بزاف ديال التساؤلات غنخليوكم نتوما تجاوبوا عليها وتقولوا لنا الاراء ديالكم في اداء العناصر الوطنيه على مدار تجديد التوقفات الدوليه.